عند انضمام استونيا إلى العملة الموحدة في 2011، فإن لاتفيا، هذا البلد الواقع في البلطيق والذي يضم مليوني نسمة، سيصبح العضو 18 في منطقة اليورو. لا يزال سكان لاتفيا ينظرون للعملة الأوروبية الموحدة بعين الربا، تماما كما كان الحال مع سكان إستونيا قبل 3 سنوات، حيث يخشى السكان أن يؤدي التعامل بهذه العملة الأوروبية إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن هناك نوع من الحسرة بين السكان على فقدانهم عملتهم اللاتس. وتلقى الحكومة صعوبة في إقناع المواطنين الذين يتخوفون من أن يتسبب تخليهم عن عملتهم الوطنية اللاتس بارتفاع كبير في الأسعار. كل الدول التي سبقتنا إلى اعتماد العملة الموحدة ارتفعت الأسعار لديها، ومن الأرجح أن الأسعار سترتفع، وهذا أمر محزن. فالغا قرية تقع بين لاتفيا وإستونيا، فالأسعار في إستونيا ارتفعت بعد اعتماد تالين العملة الموحدة قبل 3 سنوات، لكن بالنسبة لنائب عمدة البلدية فإن الأمر له أبعاد خطيرة. لست متفائلا، فالبطالة هي المشكل الأساس، ولا أعتقد أن اليورو سيحل المشكلة. تعتبر معدلات العجز في الميزانية والديون لدى لاتفيا حاليا بين أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه البلاد لا تزال تكافح في ظل مستويات الهجرة المرتفعة، حيث هاجر ما نسبته 20% من المواطنين بعد أزمة 2009. ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تزيد عن 4.5% بالوتيرة السنوية في الفصل الثالث من عام 2013، حيث إنه عرف هبوطا ب 19% خلال 2009. أما التضخم فقد بلغ 1.3% في أبريل الماضي، بينما قارب 16% في 2008. استطاعت جمهورية لاتفيا التغلب على أزمتها الاقتصادية الشديدة، وذلك من خلال إجراءات تقشف شديدة وتحقيق إجراءات إصلاحية صارمة جعلتها الآن أقوى دول الاتحاد الأوروبي نمواً.